السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة رشيد انفو الكتروتيك. بالنسبة للفيديو السابق الذي قمت بنشره على القناة مؤخرا يعني الخاص بالام سي يو اتش سي 11، فالخاص بكمبيوتر سيارة لكليو ورونو كذلك، هي موديل 96-95 في تلك الحدود يعني، وتقريبا النوع مثل هذا الكمبيوتر كما ترون هنا، مثلا كما ترون هذا النوع، فهو يعمل على رونو 19 وكذلك على رونو كليو والعديد من السيارات الأخرى المشابهة الخاصة بالبنزين. كما ترون بعد قراءة الام سي يو كما رأيتم في الفيديو السابق بجهاز الكاربرو، ويمكنكم قراءته باستعمال أي جهاز آخر يمكن قراءة هذا النوع من الام سي يو. فطلب البعض أن أقوم بشرح طريقة عمل الأوف. فعند قراءة الفلاش الخاص بالام سي يو كما ترون اتش سي 11 او 9 او اي 9، فهذا هو الاصلي في الاسفل كما ترون، هذا هو الفلاش الاصلي كما ترون، هذا هو الفلاش الاصلي بدون تعديل كما ترون. ولكي نقوم بعمل الاوف نقوم بجعل كل هذه الخانات على شكل اف كما ترون، كل هذه الخانات على شكل اف الا اخر خانه، الخانه الاخيره كما ترون، كل الخانات تكون على شكل اف كما ترون، كل الخانات الا الخانات الاخيره كما ترون، الخانه التي تحتوي على 5.1 أو 0 فيتم تركها كما هي، وكذلك الخانه 5.1 F0 يتم تركها كما هي كذلك. فهنا الاوف كما ترون، هذا هو الاوف، نترك هذه الخانه الثاني الاخيره كما هي، وكما ترون هذا هو الفلاش الاصلي بدون تغيير، فالخانه الاخيره تبقى كما هي كما قلنا كما ترون، فهذه الخانه الاخيره تبقى كما هي والكل يتم عمل اف. فبهذا يكون هنا لدينا ام اوف بالنسبة لهذا الكمبيوتر. فبالنسبة لهذا اوف انا قمت بتجربته في العديد من السيارات ويعمل معي دائما، فلذلك رغبت في مشاركة هذا الفيديو او هذه الفكرة او هذه الطريقة مع المتابعين الكرام. اتمنى ان تكونوا قد استمتعتم بالشرح، وان رغبتم في المزيد من الشروحات الاخرى، وانتم تعرفون انني لم انشر فيديوهات على القناة مؤخرا، وذلك لأن تقوم بعمل مجهود على فيديو ولا يوجد تفاعل، فلذلك يعني هذه من الأسباب التي جعلتني لا أنشر العديد من الفيديوهات الأخرى على القناة. لكن إن كان هنالك تفاعل مع المنشورات فأكيد أنني سأقوم بنشر المزيد من المعلومات، كذلك طريقة البرمجة وغير ذلك من الأمور الأخرى. فأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الشرح، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة.